جنتي وبعث النار من بابك بومدار شليل باري مسلمان كان لقيامتا چندن وكافر كان چندن وكم چن اچيتا بهشتو چن اچيتا جهنم فرموديك يا ناوة عن عبد الله بن مسعود قال كان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في الجلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. كيلو فرم داقلنا فرمي عبد الله كري مسعود لقر رسول الله صلى الله عليه وسلم دان اشتبوين لقبيك يعني لخيمك نزيكي تشلك سبوين فرمي بيتا عن خوشة ايوة يقلس الشواري أهلي بهش بن أو ربعيكي بن وثمان بالا فرمي بيتا عن خوشة ايوة يقلس الرسي أهلي بهش بن وثمان بالا فرمي سيان بوزاتي جاني مني بدستا من أميد موايك ايوة نيوي أهلي بهش بن نيوي أهلي بهش بن أمتا كان نيوي قيتري أمتي إسلام باش ان فرموي اوش لبر اوي ناتشيت بهشت و انسانيك مسلمان ابو بي الا مسلمان ابو بي ابنا ناتشيت بهشت شنك ومن يبتغي غير الاسلام دينا لا يقبل منه لي ورنا قلب وجهنم قلب بيته باش ان فرموي اي ولا تشاو اهلي شركا سيركا واني اشنا بهشتو موحدا توحيدا كي خواني ان فارس ولا تشاو مشركين تندن وكو مو يكي سبيوان لقايك رشا أبين دي؟ أستمع بين دي ياخد وكو مو يكي رشوان لقايك سبيا أبين دي؟ أستمع بين دي تماشاكا يعني يكبران بر چن لجهنم آخر خوب بارز الله شرك أهلي شرك زور زور لقيامة لو النبي الله جل جلاله فرمى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زور بي اواني ادعاء ايمان با الله جكن مشركا باخوش يعني ادعاء كان بان يجيش كانوا هسن وداج نيشن شرك انت كوتوا مشركا بقرا داعيه كان يعني بلا شرك بان جانك شرك انت انجامه اخر بويا في غمران لا شرك ترساون لا جناح زور لا ترساون سلام سيرقي خلقي أسائي لقناحة ترسي لشيرك نادرس أي بلاي نظري بقر همو دنيا بينا خوش بلاي شيرك وارح من مشرقني من بو بهاش تران شو زاني شو زاني مشرقني شو زاني مشرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابيه فرمو من لشيرك ترسم لأيوه ما ترسيها بو صحابة توج بأيتو أنا والله من توجنا بم بو بهاش ده هويكي فيزي لدرا جوازكي سيرك أهلي شرك شنزور أبيت شن يان لو أنا أبو بيتن كلا دنيا أخوان بتشاك ترين مسلمان زاني بك أشي لنا جهنم ويا ودي أي خود با شرك خطر ترين شتلا سر إنسان أبي زور جلي بترسي فرمو ديج ما رصدو هجدو كوتاي بابك أفرمي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فرمي الروجي قيامته الله جل جلاله فرمي آدم فرمي جوار عالت مي برورد قارم خير همي لدستي تودا وتهر فرماني بكي خوش حال بانكي فرمي بي الله أوانيك أبي بخرين الجهنم وجيان كرو بابخرين الجهنم أبي جفرمي كامانا أفرمي لهر هزار دانيان نوسط ونوت ونوكس لهزار آيك بوباش أبي شكري خواك ما زيادر لكاما لمورشك لقاسبيك ياخد موسبيك لقارشك زيادر قال فذاك حين يشب الصغير ش كاتك أم بانجا وعزبوا آدم كريه أو كاتك من دال بيرمي ميسبيه
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وآتي سوري حجة في عيني تورى رسول الله صلى الله عليه وسلم هركس يقلع أفرتان حملها بلا حمل كيدا آنه هو تفسيرك تفسيرك يويك وربي ببعو شوية فريدة بس لحمل كان ذكرك دائما وخلق بينك وكو سرخوش درك بملاولاك بلام سرخوش نين عذابك كان بس بيني و اوا لهوش خوي برضو بس بيني و يعني انا كنت نتنال بو چونك عذاب الله شديد طنده قال فاشتد ذلك عليه فقالوا يا رسول الله اينا ذلك الرجل فمن طنب لا سريع نقصي صحابه كان ترسان يعني في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم كما انا في اوي كرزقاد قال ابشر فان من ياجوج وماجوج الفا ومنكم رجل واحد وصحابه كان يفرموا مش ده تان ليبيا نوصتو نوتو نولا ياجوج وماجوج اخرته جهنم ويكلي واخرته بهشتو قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار أفرمي فاشان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي سيان بو ذاتي يعني مني بهدستا و أمي دم هيو تما عم لواك إيوا يقلا سر شواري أهلي بحشنا أو ربع كيبن فاشان فرمي يقلا سر سيبن فاشان فرمي إيوا نيوي أهلي بحشنا فرميها مجاريش صحابة كان ما ندى الحمد لله الله أكبر فرمي تالا أخيرا فرمي سيان بو ذاتي يعني مني بهدستا ومن دوارم إيه ونيوي أهلي بهش بن ونمونتان لتشاو أمة كاني تراهي شرك وكو تيوا وكو مويكي سبيوا لبيستي غايكي رشا ياخد وكو طليكي بتشكولا وايا لا بالي جودري جاكا أو رقمي عادة بهوي زيخيك وشتيك وبريك دروس بلا جودري وللبخاري في رواية يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيها من يأجوج ومأجوج تسعة 999 ومنكم واحد روايتك البخاري يكل مزيعت يعني أم كلمة أهل السنة زور جرينج يعني كذا كأفرمي آدم بانك أكا بصوت فلما يكن ببرق الله سروي الله جل جلاله كلامه حرف صوتيشة أو زيادة بخاريا زور إيش بيكله إمام بخاري بخوي لخلق يفعل عباده يعني كرد جهمية كان ذاته إكاب ببرق الله سر جهمية كان وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فرمي لبخاري هات ولا أبو هريرة وكان فرمي يكم دان كسك بان قريل الرشي قيامتا آدم نوكاني بيشان يدرين يعني هميان آدم بينين هميان بينين للرشي قيامتا باوك قورة معنا فيما نوتري هذا أبوكم آدم وباوك قورتان آدم عليه السلام انجا آدم جوابي فرواند قار ذاته وفرمي فرمان كالليرا كتاب الإيمان طواب بلا مكتب